ما يخص سكان مخيم الهرم من العراقيين، فبالحقيقة هم لا يوجد هنالك دواعش رئيسية، وإنما هم مجموعة نساء وأطفال، وهم عراقيين ومن حقهم أن يعودوا إلى بلادهم، أما كانوا مخالفين أو كانوا غير ذلك فيوجد هنالك دولة يجب أن تعاقبهم أو تحاسبهم. الطبيعة الفكرية لهؤلاء هم طبيعة فكرية متطرفة، كانوا يعتقدون بالقتل للوصول إلى الله والجنة، بالتالي انخراطهم بهذه الطريقة سيعتبرون قنابل موقوتة، في وقت معين سيعودون مرة أخرى إلى ما كانوا، إلى الممارسات السابقة، ممارسات القتل والترهيب والتفجير وما إلى ذلك. وخصوصا نشهد احنا وضع ساخن مرة أخرى في هذه المناطق، لذلك أن تكون عملية الانخراط لابد أن يعتادوا فكريا على التعايش السلمي مع باقي الأطياف المجتمع العراقي. الحقيقة الأمنية تقول للعراقيين أن يعود النازحين إلى مناطق سكنهم وتلغى المخيمات بالتأكيد، لكن بعض المخيمات لا زالت فيها نزعة داعش، يعني هنالك سيطرة لأفكار داعش على بعض هذه المخيمات. يفترض أن تكون هنالك حملة من أجل التثقيف، من أجل التدريب، من أجل أن يصل الإنسان إلى المستوى المناسب من أجل العيش داخل المجتمع. أهلا بكم. مخيم مهما علت أسواره سيعبر منه الإرهاب، عد تنازلي لقنبلة إذا انفجرت ستحرق دولا بأكملها، جيل يتنامى بين ثنايا التطرف الفكري ليس كداعش بل هو أخطر، رعايا لأكثر من 80 دولة دعموا تنظيما أراد الخراب للمنطقة، وحصيلته سيناريو مجبرين على القبول به لا مخيرين، فما لا يعاد تأهيله بالسرعة والمكان والزمان سيعاد تجنيده لمآرب ونوايا أخرى في الفترة المقبلة. فهل سيصلح مشروع الهجرة ما خربته أيادي الزمر الخبيثة؟ اندماج يخشاه الكثيرون ويتهرب منه أكثر ولا يؤيده إلا القلة القليلة، فهل سيأتي أكله أم سيأكل الأخضر قبل اليابس؟ كالعالم الرقمي الذي اجتاح الجهل المجتمعي وقتل الأفكار قبل ولادتها ودمر وأحرق نسيج الأسر بما خلف من آثار شوهت العادات والتقاليد والقيم، فهل سينقذ المجلس الأعلى للشباب ما يمكن إنقاذه بالفريق الوطني للشباب الرقمي؟ كل الاستفهامات الواردة في المقدمة سنجد إجابتها في محور حديث ملفات اليوم. أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن ملفنا الأول سيكون عن إطلاق وزارة الهجرة للمهجرين مشروع المصالحة المجتمعية وإعادة دمج العراقيين العائدين من مخيم الهول. نناقش بهذا الملف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين السيد كريم النوري، مرحبا بحضرتك. حياكم الله، تحية لك ولمشاهديكم الكرام. أهلا بحضرتك. وأيضا أرحب بالخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور عماد علاوي، مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك سيد كريم. أبدأ مع حضرتك. يوم البعض ربما يشوف هذا التوجه
أنه قنبلة موقوتة تجيبها وتخليها ببيتك. ممتاز. ما تعرف اليوم اللي كانوا أطفال بديك الفترة لا اليوم شباب، واحدهم ممكن يعادل لعشر أشخاص. فشنو هذا التوجه؟ كيف بني؟ هل هناك دول داعمة للعراق بهذا الملف؟ ما هي استعداداتكم وكيف تعاملتم مع الموضوع؟ مرة أخرى تحية لك والمشاهديكم الكرام. أهلا بحضرتك. باختصار شديد حتى المشاهد يطلع عن الهول، قد يسمع الهول هو حقيقة مخيم بالحسكة شمال شرق سوريا، ربما عد بالتسعينات من أجل استقبال العراقيين على قضية حرب الخليج، لكن نعم. الحمد لله لم يحصل نزوح. بعد معارك الباغوز ودير الزور توجه العراقيين بهذا الاتجاه، ولذلك الآن هذا مخيم لثمانين دولة، أكثر من ستين ألف من كل الجنسيات. نعم. بعض عشرين ألف عراقيين أغلبهم من الأطفال يعني الشباب. الآن أنا أتحدث بصراحة، فرق الذين جاءوا من الخارج من أوروبا من أفريقيا من آسيا إلى هذا المكان ليس للسياحة أو النزهة، يعني ما جاءوا زيارة مثلا طبعا، إنما جاءوا للقتال، واضح للإبادة. أما العراقيون في الغالب وبعض العوائل التي نزحت، بالنتيجة إحنا أمام واقع نتحدث حتى يكون معنا شنو قرب من الموقوتة. الآن أنت عندك هول عبارة عن مصنع لأخطر داعش، ربما أخطر من داعش 2014، فهذه البيئة والبؤرة لإنتاج داعش أخطر، فأنت بين خيارين، أما تترك ذلك أن يتفاقم، وهاي القنبلة اللي تفضلت بيها أن تكون مو بس نووية أو تحاول تفكيكها. اليوم أي عاقل يفكر يقول كان ليش أخليها تتنام هاي القنبلة وتنمو، ليش ما أجي بتفكيكها؟ باعتقادي طبعا الفرق، كانت دول أوروبا تمتنع وتمانع سحب رعاياها، ما أتى مشكلة تقول هم باقي، لكن بعد موقف العراق، وهذا موقف طبعا اعتبره موقف في منتهى حقيقة يعني الإنسانية والوطنية، يقولون عن التفكير العراقي انه يبقون هؤلاء بالمخيم قد نستقبل سيكون خطر ليس على العراق، على المنطقة والعالم. انت كما اطفال ينمون في هذا تنمية روح التوحش والإبادة والقتل والذبح. لذلك اليوم بصراحة الموقف العراقي كان في منتهى، أولا العراق لم يسحب أو هو أصلا المطلوب والمتورط لا يقبل بالعودة للعراق. العراق بدأ خطوة إيجابية، أولا بعد التدقيق الأمني ومعرفة رعوية هؤلاء، البعض ربما يدعي هو عراق مو عراقي. لذلك العراق عندما بدأ إلى الآن حقيقة إحنا تقريبا 16 وجبة جبة. هو كل العراقيين الموجودين داخل مخيم الهول مسموح لهم العودة؟ لو أكو أسماء مثلا مطلوبة ما ممكن أن تعود؟ طبعا بالمناسبة المطلوب لا يفكر بالعودة، وحتى بعضهم في البداية لم يفكر بالعودة، خايف أنه طبعا شوف التضليل، أنه بس يستقبلوكم الحشيد والجيش والشرطة والعوائل. من اجوا بالعكس، وجدوا الحشد والقوات الامنيه تحمي الطريق، وهم فوجئوا عندما وجدوا في مخيم الجدعه استقبال لهم بالغذاء والدواء، بل حتى العوائل من الانبار جاءت اليهم لتقدم لهم الملابس والغذاء. يعني هؤلاء بالنتيجه لا يمكن ان نحاسب الطفل على جريره غيره او النساء. نعم من هو متورط القضاء دونه، حتى نتعامل بعقل الدولة. اليوم بصراحة الثأر والانتقام والعمل بالظنون هذا مو عقلية الدولة، هاي عقلية معارضة، احنا كنا نعيش بين المعارضة غادرناها. لذلك عقل التوتر اللي عشناه المعارضة يجب ان لا يكون في عقل في واقع السلطة، من الخطأ علينا اليوم حقيقة ان نتحدث بشكل واضح. اليوم موقف العراق موقف انا اعتبره موقف رائد وقائد، بحيث دول العالم بعد موقف العراق بدأت بسحب رعاياها، واللي حقيقة يستحق يروح للقضاء احنا نفس الشيء. اليوم اي واحد عليه شكوى، انا شخصيا تابعت هذا الملف، مركز عندنا مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي، وان شاء الله اذا صارتكم زيارة وجدنا حقيقة لدينا 11 منظمة دولية معنا، مع بعض الجهات مستشارات القومي جهاز الوطني وحتى وزارة الصحة وكثير من العلماء النفسانيين، بدأنا بعملية حقيقة تأهيل لهؤلاء، والحمد لله هناك تعليم خياطة وأيضا رياضة وتعليم وتربية الأطفال.
هنا أأكد نقطة، رجعوا تقريبا الآن 1600 أسرة عائلة ثق، لم يسجل أي خرق، لم يسجل في هذه المناطق التي عادة ينازحون، هاي واحدة. لكن الفرق بصراحة، وين الفرق؟ شوف الفرق بين أوروبا وبيننا، ليش هم ما مسحبوا؟ إحنا مشكلتنا مركبة معقدة، هم ما عندهم مشكلة، يعني هذا اللي كان يشارك مع داعش من أوروبا يرجع ما عنده ضحايا، يعني يرجع لفرنسا أو نعم. ماكو ضحايا، لكن هذا مين يرجع؟ أكو ضحايا. شوف الفرق، مع أنه حقيقة هو لم يكن إذا كان هو سبب الضحايا كفاعل مباشر حينئذ القضاء دونه. لذلك بصراحة حتى أوضح المقدمة اللي طلعت عليها وكانت مقدمة جيدة من حضرتك، لكن بصراحة اليوم احنا بين خيارين، أما أن نترك هذا الهول أن يكون مهول يعني بصراحة، أو نحاول تفكيكه. جيد جيد، أنت قنبلة بصراحة تنمو، أنت تفككها، نعم فككها وسحب الصاعق، احنا سوينا هكذا. والموقف العراقي موقف نبيل وأصيل طبعا. أرجع لك على بعض التفاصيل، لكن بعد أجدد الترحيب بحضرتك دكتور. خطوة لا تخلو من الخطورة نهائيا، شلون نشوف موقف الحكومة العراقية بالذهاب بهذا الاتجاه؟ واليوم نتحدث عن أكثر من 4000 شخص عائد، هؤلاء مقتنعين فكريا بأن تنظيم داعش وفكر داعش ربما تربوا على هذا الفكر، شلون من الممكن أن نعيد اندماجهم بالمجتمع؟ وبالتالي هل من الممكن أن نراهم في قادم الأيام أنه أشخاص طبيعيين ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام وللضيف الكريم دكتور كريم النوري. بالحقيقة هذه مسألة جدا مهمة، تتطلب أن يكون هناك توضيح سواء من قبل المسؤولين في وزارة الهجرة أو في جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن القومي أو من قبل الإعلام أيضا، لما معنى مخيم الهول وماذا يحوي وكيفية التعامل والعيش في هذا المخيم، ومن ثم حتى نستطيع استيعاب البرامج التي وضعتها الحكومة ووزارة الهجرة والمهجرين لإعادة تأهيلهم. مخيم الهول طبعا واضح للجميع أنه هو يحوي عوائل داعش التي جاءت بعد معركة الباغوز بشكل يعني مركز كبير. هذا المخيم نشطت به كتيبة الخنساء النسوية وقامت بأعمال إجرامية كبيرة، إضافة إلى أن هناك قيادات داعشية داخل هذا المخيم، وبقية المعتقلات والسجون التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الحياة داخل المخيم صعبة جدا، لا هناك تواصل بين داخل المخيم وخارج المخيم، حتى مع يعني عناصر داعش في خارج المخيم. هناك تحويلات مالية، أكو مكاتب، يعني حياة طبيعية على أساس جيد. ولكن نشاط كتيبة الخنساء، نشاط تنظيم داعش كرجال موجود داخل المخيم، أشبال الخلافة بالنسبة للأطفال، هذا كله موجود. ولذلك مسألة أنه هو قنبلة، نعم قنبلة موقوتة. لماذا؟ لأنه التثقيف والتدريب والتدريس يقع على عاتق النساء. أي مخالفة كانت وجرائم هناك ارتكبت يعني في عام 2023 دكتور، لما نشوف أطفال، مقطع فيديو ينتشر لأطفال يلعبون كرة القدم برأس الإنسان فهذا شلون ممكن تفكر لما يصير شاب؟ شلون ممكن تعيد تأهيله؟ نعم هذا قبل، مو داخل مخيم الهول، هذا قبل مخيم الهول مراقب بالكاميرات هناك. أنا ما أتكلم عن المكان نفسه، أنا أتحدث عن المرحلة الفكرية اللي واصلها والقناعة الفكرية. لكن احنا عندنا الآن مثلا صارت جرائم في عام 2022، صارت مداهمة من قبل قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية للمخيم، تم اعتقال 126 قيادي من قيادات داعش في داخل المخيم، تم العثور على أقداس عتاد، أنفاق وكهوف داخل البيوت اللي موجودة في المخيم. هناك أقسام، العراقيين مثلا بحد منعزلين عن السوريين اللي هم تقريبا 16,000 عائلة سورية، عن الأجانب اللي موجودين تقريبا بمقدار 10,000، العراقيين من 20,000 إلى 25,000، وهناك أيضا منطقة آمنة. شنو هي المنطقة الآمنة؟ تحوي على العوائل أو الأشخاص اللي يرضون يتعاملون ويا
تنظيم داعش، فذولا يطاردون من قبل تنظيم داعش داخل المخيم. نعم. فياخذوهم يقعدوهم بهاي الجرائم اللي صارت، القتل، حرق الخيم لمن يخالف تنظيم داعش، تطورت الى انه نساء كتيبة الخنساء، وهذه معلومات دقيقة من داخل المخيم حصلت عليها، يقومن باغتصاب الفتية بشكل حتى يزيدون أشبال الخلافة، لأن التنظيم منطيهم استراتيجية أن الاحتياطي المضمون لعصابات داعش هو موجود في هذا المخيم، من حيث الفكر، من حيث الموارد البشرية، من حيث القدرة على يعني حتى التدريب على الأسلحة، على طرح الفكر الداعشي. إيه دكتور، هنا السائل، لذلك قام بعزلهم. المرأة اللي متزوجة داعشي واللي خلفت من الداعشي، واليوم تشوفهم يختصبن الفتية حتى يتكاثرون. نعم. بهذا الفكر اللي تحمله واللي تغذي لأولادها، شلون نأمن على مجتمع أنه نجيب هؤلاء نخليهم بمجتمع؟ نعم. خليهم من الممكن. سؤال جيد جدا، سؤال جيد جدا. ما تقوم به وزارة الهجرة ومستشاريات الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني هو بتدقيق حالات هؤلاء، لأنه مو كلهم هم متورطين وقابلين على الفكر الداعشي. هناك درجات متفاوتة، هناك من تورط، هناك من سيق يعني بشكل خارج إرادته، هناك نساء يفكرن ترى بأولادهم، يريدون لهم مستقبل. نعم. يريدون يدرسوهم، يريدون يعلموهم، يريدون لهم حياة كريمة، حتى هم ترى يعني هم بشر، مو يعني ناس همجوا. فلذلك هذه المسألة تدقق من قبل الأجهزة الحكومية في المخيم، ومن ثم يتم اختيار من يتم ترحيله إلى مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الجدعة، يقضي فترة من 3 إلى 4 أشهر، ومن ثم ينقل إلى مجتمعاتهم. قسم صار تأهيله سريع قبل، يعني تأقلم بسرعة، قسم لا يتأخر حسب هو قناعاته، وهذا يحتاج إلى جهود وبرامج نفسية وتعليمية واقتصادية وتوفير فرص عمل لهم في المجتمعات. جي. إضافة جي. إلى أنه هاي المسألة أيضا تتعلق بأوراق الرسمية، كثير من هؤلاء لا يمتلكون أوراق رسمية حتى يسجلون بالمدارس، حتى يكونون عنصر طبيعي داخل المجتمع العراقي. لذلك هاي مسألة أيضا يجب أن تدخل بها الجانب القانوني، الصحة، يعني أمور عديدة أخرى، التوعية. فلذلك البرنامج ضخم، هناك تعاون دولي واضح. العراق الدولة الأولى في العالم الذي أقدم على هذه الخطوة، تشجع الدول الأخرى إلى يعني أخذ رعاياها. ومسألة إنهاء ملف مخيم الهول وتفكيكه أصبح أسبقية أولى لغرض الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي. جيد، وضحت. نعم. الفكرة. سيد كريم، أسألك أنه العودة، عودة هؤلاء العوائل تقتصر على العراقيين فقط، زين؟ أكيد. شنو اللي يثبت عراقية هؤلاء الفتية؟ اليوم نتحدث عن نساء زوجا داعشين أو بدون زواج أو بطريقة، يعني أجانب، يعني اللي متزوجة شيشاني، اللي متزوجة أفغاني، زين؟ شنو مجرد أم عراقية هذا من الممكن يكون عراقي ونستقبله؟ تفضل. طبعا أنا أنت من حيث أنت الدكتور عماد اللي حقيقة فصل تفصيلات دقيقة جدا، وهي حقيقة موثقة أيضا. أولا القضية لم تكن مزاجية، يعني براحتنا أي واحد. هناك لجنة كما تفضل الدكتور مشكلة من العمليات المشتركة، من المخابرات، من مستشارية الأمن القومي، من جهاز الأمن الوطني، من يعني كثرة عدة نسوا، من وزارة الداخلية أيضا جنسية، يعني نعم. الإقامة والجنسية. نعم. هؤلاء حقيقة عندهم نوع من الفلاتر والتدقيق، بحيث لا يستطيع أي واحد بصراحة أن يفلت من هاي الإجراءات والسياقات معايير جيدة. لذلك إحنا كوزارة بعد هذا التدقيق نستقبل هؤلاء. وبصراحة أنا أكدت أنه من هو مطلوب لا يفكر بالمجيء، يعني اعتبر هذا فخ إله. ولذلك أكثر العوائل اللي حقيقة حققوا وياهم، وإجراءات طبعا هناك قرب الحدود، هناك إجراءات شديدة بحيث كثير من السياقات بحيث تعرف هذا من رعويته.
أما مثل سوري ليش المطلوب من ممكن يرجع ويكون خلية نائمة ويعيد نشاطه داخل العراق؟ خليجي لأنه هو راح يكشف عندنا قاعدة بيانات، عندنا قاعدة معلومات، المعلومات هذا ما يقدر يفلت لأنه هذا اسمه موجود، بالعكس هلبي خليجي حتى صورهم موجودة. إيه ولذلك هم أصلا ما يفكرون يجون أصلا، هم العوائل البريئة كانوا مترددين، لكن لما أجوا شافوا التعامل العراقي شافوا يروح له. اليوم حقيقة أنا يعني لا بصراحة لا أنكر أنه هناك مثل ما تفضلت أكو مخاوف، خاصة بعضهم تنمى في جو وبيئة للتوحش والقتل والذبح، لكن أنت بين خيارات حقيقة خياران أحلام أمر، أما أن يتركوا وتقول يا أتركهم هم براحتهم قساتين يسوون القوى السوية الديمقراطية بحماية، خلي ينمون ويتربون، هذا عمره أبو 7 سنوات يصير عمره ورث 8 سنوات يصير 15 سنة، وإحنا نتركهم ونتفرج عليهم. لا إحنا اليوم موقف العراقي أفضل موقف كان مقابل دول أوروبا، مع أن قلت لك إحنا عندنا قضية معقدة، يعني قضية ذكرت أنا قضية مركبة. هذا اللي يجي من الهول عنده شوف فرق، أكو ضحايا ربما لا يميزون بين مطلوب ثار، مطلوب ثار بالضبط. اما اللي يطلع يسحبوا لاوروبا ما عنده شنو، عنده باريس ضحايا، هو جاي هنا يقتل بالعراقيين. لذلك اليوم اللي حصل حقيقه الحمد لله، طبعا لقينا احنا هواي صعوبات بصراحه، تدري المزايدات وحاله انه التسقيط، احنا بالنتيجه كوزاره تلبي موقف الدوله العراقيه وكذلك اللجنه، احنا ما نقدر نشتهي اليوم. اذا انا اقول لهم يا بطلعوا العائله يقول ممكن كان يشوفه عندك. البعض يسأل اليوم يقول شنو في ظل الوضع الأمني المتوتر بالمنطقة، شنو اليوم اللي يجبر العراق وبهذا التوقيت تحديدا على أن يخطي هذه الخطوة؟ يعني يجب إنهاء هذا الملف، لأنه بقاء الملف هذا سيكون خطر. إحنا 400 داعشي دخلوا من جهة الموصل أسقطوا كل يعني تدري بعد ذول ما شاء الله اللي يتربون، فإحنا بين خيارين بصراحة، أما أن نتفرج ولا نتخوف ونقول لا هؤلاء قناة موقوتة تركوهم يتفاقم، أو لا نبدأ باختيار العناصر غير متورطة أولا غير ملطخة بالدم، وعندنا الحمد لله قاعدة بيانات، وعندنا لجنة تركز حقيقة بالتدقيق، ولذلك بعد التدقيق الأمني إحنا نستقبل هؤلاء. وإحنا أنا بصراحة شاهدت أغلبهم الذين عادوا تأقلموا مع الواقع، إلى الآن إحنا 16 وجبة تقريبا 9000 فرد، الآن رجعوا 6000، يعني ثلثين رجعوا. نعم. وهؤلاء الذين عادوا طبعا بالمناسبة أنا أوضح للمشاهدين زي. إحنا لا يعود إلا بعد نتحرك على العشائر والوجهاء ونخلق فد بيئة لاستقبالهم. نعم. لم نجد حقيقة أي رد فعل سلبي من العوائل، يعني بذول أبنائنا تورطوا بعضهم ما يتحمل بالنتيجة. نعم إذا كان متورط، إذا كانت مرأة من كتيبة الخنساء، لا والله هذا القضاء، ولم نسمح أو نتسامح مع كل من حقيقة أراق قطرة دم عراقي. إحنا مو بطل، أكو فرق بين لا عقل الدولة إنه لا تسمح، قلب الدولة كبير لا يسمح بالثار والانتقام، لكن نفس الوقت نحن ضد القتلة، عندنا القضاء. واطمئن اطمئن اللجنة المشكلة لا يستطيع أحد أن يفلت منها بأي معلومة، يطلع معلومة كذا يبين عندنا قاعدة بيانات، وتم الحمد لله بعضهم منهم جنازة وكذا. المهم أنا أقصد يا أخي إحنا اليوم لما نتحمل بالتخوف واضح جدا، لكن أقول لما العراق والعراقيين يعني يتحملون مرارة هذا الخيار وذهبوا بهذا الاتجاه تلافيا للخطورة اللي من الممكن تكون في حال بقاء المخيم بهذا المكان، لكن النتيجة اليوم المخيم راح يكون باقي بأيضا تبقى أعداد والخطرين سيبقون والسؤال كلش الدواعش يبقون زين، بالتالي ما سوينا شيء، المخيم باقي وأيضا راح يتكاثرون وترجع أعدادهم تكثر. لا هو عند هناك إرادة بصراحة، إرادة دولية لإنهاء هذا المخيم، لأن بقاء المخيم لا يشكل خطرا فقط على العراق، وإنما يشكل خطر على العالم، على أوروبا، على دول الخليج، وبالنتيجة تسريبهم سهل يعني عن طريق تركيا، عن طريق أي دولة، فتسريب هؤلاء وإخراجهم سهل. لذلك اليوم مهمة دولية عراقية إقليمية لإنهاء هذا المصنع الداعش الخطير. اليوم الهول حقيقة
لا يمكن استمرار انه حقيقه معناته ننتظر جيل من الدواعش اخطر من داعش 2014. أي زين، بهذا الموضوع ايضا انتقل للدكتور. دكتور، شلون من الممكن ان ننهي مخيم الهول؟ كل دوله تسحب رعاياها طوعيا، اليوم العراق ما يرغم المطلوبين، يقول لك انا ما ارجع. زين، المطلوبين اللي راح يبقون بمخيم الهول، شلون راح نتعامل وياهم وتتعامل وياهم بقيه الدول؟ واذا ما بقوا سيشكلون تهديدا اكبر من التهديد اللي تشوفه الدول المنطقه اليوم يشكل. لا، هو بقائهم بالتاكيد او يعني الهدف هو تفكيك المخيم. زين، المطلوبين يعني يسلمون الى القضاء وتتم محاكمتهم وفق القوانين، وكل من ارتكب جريمه ينال عقابه. منو اللي راح يسلمهم للقضاء؟ قوى سوريا الديمقراطيه. اكو هناك اتفاق وتفاهم وتم تسليم وجبات عديده يعني خلال هذه الفتره اللي مضت. يميزون طبعا من قبل نعم من قبل القوى السوريه الديمقراطيه. يعني هم يدزون هيك عندهم مجرمين قبضتهم ومخليهم ويا الناس. فهي هاي المساله يعني محلوله اصلا. هناك اشكاليات. الاشكاليات شنو؟ الاشكاليات انه العناصر الأجنبية هل يحاكمون على الأراضي العراقية أو الأراضي السورية وما هو مصيرهم؟ هاي من الناحية القانونية بالنسبة للدول، أو يروحون لدولهم إذا راحوا هم ما مرتكبين الجرم هناك فيطلق سراحهم مثلا. ولذلك هناك مخاوف مثلا إذا عادت النظام أو الحكومة السورية بالسيطرة على هذه المنطقة وهذه السجون، هل سيطلق سراحهم؟ هاي أسئلة يجب أنه نفكر بها. إذا طلق سراحهم هذول وين راح يتوجهون؟ يتوجهون أما للعراق أو إلى دولهم إلى العالم، وراح يشكلون خطر بالتأكيد. فلذلك بقائهم وبرنامج مراقبة وتدقيق ومن ثم فرز العناصر غير المتورطة وتأهيلها وإعادتها إلى مجتمعاتها. تبقى العناصر المتورطة أو اللي ارتكبت جرائم واللي لا زالت متمسكة بالفكر الداعشي يعرضون يسلمون الى القضاء. وهذا النساء العراقيات المتورطات زوجات الدواعش اللي طلعن للهول، اذا طلعن 400 هسه راح يرجعون 5000، كل وحده عندها 5 أطفال وسته مثلا. شنو اللي يثبت عراقيتهم اللي هي المتزوجه جنسيات اخرى؟ شلون انا اجيب خطر اخليه داخل بيتي بنص مجتمعي وانا ما اعرف هذا ابو افغاني شيشاني سعودي؟ الطفل ما يتحمل ذنب ما صار. طفل ما نحمله ذنب ما صار، ما تحمله ذنب، بس انت مسؤول اذا كان جنسيته مو عراقي. اسمح لي، هو الطفل يعني راح يطلع داعشي راسا من بطن امه؟ لا، هويته مالته، هويته يجب انه نعم من تدقيق، اكو شهود. يصير تدقيق مع الوالده او المراه، من هو ابوه، يتم الاستفسار من خلال يعني قاعده البيانات الموجوده عندنا، وبالتالي يتم القرار على منحه مثلا الاوراق الرسميه لغرض تسجيله بالمدرسه ويكون عنصر او عضو بالمجتمع. هذا اريد جواب دقيق عليه. سيد كريم، راح تعطوه اوراق رسميه تثبت عراقيته؟ راح يكون عنده جنسيه؟ الاجراءات وبالاعتماد فقط على كلام الشهود، اللي الشهود هم من داخل المخيم اللي كان لهم سوابق؟ لا، بالنتيجه الاجراءات اللي تقوم بها حقيقه هاي اللجنه اجراءات جدا دقيقه، وانا ذكرت ما في واحد بسهوله يدعي، وخاصة إذا أبغانهم حتى أشكالهم مبينة غير شكل مبينة. القصد والله أشكال الأفغاني مبينة، خو مو يقول أنا عراقي. السعوف الأفغاني عندنا جنسيات عربية سوريين ما يخالف، بعضهم حتى يحلوا أوروبا الآن حتى طلباتهم في بعض دول أوروبا يقول أنا عراقي حتى يمهد. لا، القصد مين؟ أنا باعتقادي حقيقة اللجنة من الأمناء من الخبراء، وأعتقد دقة لأنه أنت ما يصير تنقل بهالطريقة هاي. لذلك اطمئن كل الذين سجلوا والذين حقيقة عادوا، وحتى عادوا من مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي إلى مناطقهم، هم حقيقة الآن تأقلموا مع الواقع الجديد، ولم يسجل ذكرت أي خرق أمني في هالمناطق. دكتور، هذا حقيقة دكتور، هم مفروزين ترى العراقيين خليهم بحد، هم يعني القوى السورية الديمقراطية قصد فارزين العراقيين، الإرهابي معزول، السوريين بحد، الاجانب خليهم بحد، حتى المتورط عازلين بحد، يعني معزولين. دكتور، هي لما الامهات تكون عراقيات فما ممكن الام العراقيه مثلا تروح تقعد نص الشيشانيين والله ابوهم كان شيشاني على سبيل المثال. طبعا هم هاي ما ممكن ايضا راح تقول ابوهم عراقي، وبالتالي حتى ترجع لل طبعا المناسبه اذا اكو محتقل عد قصد من الشيشان من فرنسا من دول اوروبا ما شاء الله ممكنهم اكثر من 60 دوله، طبعا لم يسلم للعراق، فقط الارهابي من الجنسيه العراقيه، اذا كنا في تبادل.
زين، خطوات إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم شوفها إيش قد الفترة اللي تحتاجها وشنو البرامج المعدة من قبل الجانب العراقي ومدى نجاحها حسب توقعك؟ وأيضا بنفس السؤال أنتقل لي يعني تفضل. يعني هاي المسألة بالحقيقة تم دراستها يعني منذ سنوات، وأنا اشتركت في العديد من الندوات في مركز النهرين دراسات الاستراتيجية قبل أن تشرع مستشارية الأمن القومي بهذا المسألة. نعم. تم وضع دراسات طبيعة البرامج المطلوبة للتأهيل وكيفية الشروع بها. زين. والآن العديد من المنظمات الدولية وبإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كما ورد في التقرير مالتكم والمنظمة الأمريكية للتنمية الدولية، وهذولا كلهم خبراء، هم مو بس ينطون فلوس، هذولا ينطون برامج، وأكو خبراء في الجانب النفسي، في الجانب التأهيل المجتمعي، في الجانب الصحي، في أمور عديدة للتعاون. وحتى منظمات المجتمع المدني العراقية الآن تأخذ بروجكتات لاستمرار بالتأهيل، يعني بعد ما يخرج من مخيم الجدعة أو مركز التأهيل المجتمعي يروح إلى يعني مناطقه، تلاحقه المنظمات المجتمع المدني اللي عندها برامج تأهيل ومتابعة لهذا الشيء. لذلك هاي المسألة هي ليست سائبة، وهناك مثل ما ذكر الدكتور مسألة تهيئة بالمجتمعات قبل ما يروحوا مع شيوخ العشائر، مع الوجهاء، مع السكان، انه هذول ناس واكثرهم ترى هم نساء واطفال، يعني مو جيد. تجاوزنا على الوقت، لا تسمحوا لي سيد كريم باقل من دقيقه خطواتكم وتشوفها تناسب الخطوره اللي مقبلين عليها. تفضل. كل سؤالك خطواتكم باعاده تاهيل هؤلاء، وهل تتناسب مع حجم التحديات؟ اكو اجراءات و11 منظمه دوليه معنا، والان الحمد لله اتمنى زيارتكم للمخيم، هناك حركة سريعة اللي حقيقة مكنهم من الخياطة، من الدراسة، من التربية، من التوجيه، وأعتقد اليوم الوضع جيد جدا، لم يسجل أي حالة من الخرق. راح يبقون بالمخيم ما بعد المخيم؟ لا لا، أي واحد يشوفه مؤهل، مؤهل حقيقة ويجد وضعه يرجع لمنطقته، والمنطقة ترحب به طبعا. وأنا أؤكد يعني بصراحة اليوم الموقف العراقي كان موقف أرقى، موقف من أوروبا، واللي ما عنده سكن راح يقضي إيه تبى من إجاءك، فإن شاء الله مشاريع حتى إيجار كذا، المهم يبقى بالمخيم. نعم نعم. وكيل وزارة الهجرة والمهجرين السيد كريم النوري أشكرك جزيل الشكر، والخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور عماد علو شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا ختام ملفنا الأول عن أبرز ما جاء في منصة إكس حول مشروع وزارة الهجرة والمهجرين بشأن العائدين من مخيم الهول، نتابع. مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن إطلاق المجلس الأعلى للشباب، استمارة التقديم على الفريق الوطني للشباب الرقمي. نفتتح وإياكم هذا الملف بتقرير الزميل شيبان سامي. من أهم التحولات الكبرى التي يعرفها هذا العصر
هو ثورة الرقمنة التي غيرت حياة البشرية بشكل عميق وسريع، وجعلت الدول تتسارع إلى تغيير استراتيجيتها نحو التطور والعراق. ضمن هذه الدول، حيث أطلق المجلس الأعلى للشباب مبادرة للتقديم على الفريق الوطني الذي يضم 1000 شاب لقيادة القطاع الرقمي للبلد خلال المرحلة القادمة. العالم بصورة عامة مقبل على العالم الرقمي، عالم الحاسبات والتطور والتكنولوجيا بإدارة الدولة، يعني حتى على طريقة الأموال ونقل الأموال والبنوك والتحويلات كلها راح تصير رقمية، حتى على طريقة جباية الكهرباء والماء فالهاي يعني الأمور يحتاج لها للشباب، يعني يكون عندهم أساس قوي من الحاسبات والدراسة الإلكترونية. ونحن الحمد لله والشكر عندنا يعني أجيال طلعت تخرجت وشباب ممكن أنه ترفض الحكومة. ضمن إطار دعم الحكومة للمشاريع الرقمية، تم تأسيس 3 مراكز في بغداد لتدريب وتأهيل الشباب بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والاستفادة منها عبر مجموعة من البرامج، فضلا عن إطلاق 1000 قرض لدعم مشاريع القطاع الرقمية. تفعيل برامج الشبابية من قبل الحكومة ودعم الكثير من الشباب وحصر الأعداد بألف شاب، هذا أمر جيد بالنسبة للحكومة حتى يكون هنالك تركيز على مجموعة من الشباب ورفدهم ومواكبتهم وإعدادهم لمواكبة التطور الرقمي. أمر جيد على مستوى العالم، اليوم العالم يتقدم والعالم الرقمي يتقدم، لذلك اليوم رفد هؤلاء الشباب الكثير من الدورات، دورات التنمية بمختلف المجالات، أمر جيد. تتبع الحكومة منهاجا جديدا من خلال إنشاء مراكز رقمية في بغداد وعددا من المحافظات لتمكين الشباب في عالم الرقمنة وتعزيز دورهم في بناء الدولة وتنمية المجتمع. من بغداد شهاب سامي، قناة الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، نناقش بهذا الملف عضو سكرتارية المجلس الأعلى للشباب الدكتور عقيل لطيف. مرحبا بجنابك دكتور. مرحبا بكم، تحية لحضراتكم ولمشاهديكم الكرام، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى 40 استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. نعم. دكتور، المجلس الأعلى للشباب يطلق استمارة التقديم على الفريق الوطني للشباب الرقمي، بالبداية نريد نعرف شنو تفاصيل هذا التوجه، شنو المهام، شنو الواجبات، وأيضا شنو اللي يقدمه هذا الفريق؟ تفضل. تمام. بداية خلينا نسولف على المجلس الأعلى للشباب. المجلس الأعلى للشباب تشكل بقرار مجلس الوزراء 23465 لسنة 23 من خلال المؤتمر الوطني لحوار الشباب. مجموعة من الشباب العراقي قدموا مقترحات وأفكار إلى دولة رئيس مجلس الوزراء. نعم. ومن خلال المؤتمر تبنى دولة رئيس مجلس الوزراء هذه المقترحات، وعلى أثرها وجه بعقد جلسة مجلس وزراء استثنائية التي تزامنت مع اليوم العالمي للشباب 12/8 لسنة 23، وتم إقرار 44 قرار وعلى رأسها تشكيل المجلس الأعلى للشباب. المجلس الأعلى للشباب ترأسها دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 7 وزراء المختصين شغلهم بالمجال الشبابي، وأيضا مستشار رئيس وزراء لشؤون الشباب. المجلس الأعلى للشباب يعقد جلسة كل شهر، بهذه الجلسة تطلع جملة من الأنشطة والبرامج والفعاليات الخاصة بالشباب. لاهتمام الحكومة بالمجال الرقمي والتحول الرقمي في العراق، ومن خلال اليوم العالمي للشباب لسنة 24 تم إطلاق 4 قرارات للمجلس الأعلى للشباب، إلا وهي أولها الفريق الوطني الشبابي الرقمي، وإطلاق استمارة نوادي الروبوتات والذكاء الاصطناعي، و إكمال إجراءات الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الرقمية التي تتولى مهامها هيئة الإعلام والاتصالات، وأيضا إطلاق 1000 قرض لدعم المشاريع الرقمية، 500 قرض من مبادرة ريادة و500 قرض من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. إذن الفريق الوطني الشبابي الرقمي العفو،
فريق وطني شبابي يهدف إلى اختيار 1000 شاب وشابة من 18 محافظة عراقية من لديهم الشغف والاهتمام بالابتكارات الرقمية والتكنولوجيا، ويعمل الفريق على تعزيز دور الشباب العراقي في المجال. العدد محصور ب1000 شخص لكل محافظات العراق، 18 محافظة عراقية حتى إقليم كردستان. زين، شنو اللي قدموه وشنو اللي قدم هذا الفريق وشنو اللي راح يقدم للفريق؟ تمام، مبدئيا هسه احنا اطلقنا استمارة الكترونية راح يسجلون عليها شباب من 18 محافظة عراقية، راح نختار من هذه الشباب اللي راح يقدمون على هاي الاستمارة 1000 شاب. يعمل الفريق بخمس أهداف رئيسية، اللي هي تمكين وتعزيز دور الشباب العراقي في المجال الرقمي، والهدف الثاني هو اقتراح الحلول والأفكار ذات الأثر الإيجابي إلى الحكومة في المجال الرقمي إلى الحكومة العراقية وأيضا الجهات المعنية، وأيضا ممارسة الأنشطة والبرامج والفعاليات في المجال الرقمي. يعني أفهم من كلامك أنه هذه الاستمارة وهذا المجال يقتصر على الشباب اللي عندهم إمكانية بالمجال الرقمي. أكيد، يعني عندهم شغف وعندهم اهتمام بالمجال الرقمي والابتكارات الرقمية. زين، بالتالي هذا شنو الشاب شنو يقدم له يعني؟ تمام، احنا مبدئيا راح يدخل دورات تدريبية، عندنا المخيم الوطني للشباب الذي اطلقه المجلس الأعلى للشباب، اللي هو يضم اكثر من برنامج اللي سفراء الشباب والفريق الوطني الشبابي للتغير المناخي، اللي هو يعد قادة مجتمعيين في المجتمع، ومن ضمنها اكثر من تخصص. طبعا احنا اختياراتنا تصير على الفرق اللي نعتمد عليها، بأنه اللي يسجل بالفريق الوطني الشبابي للتغير المناخي أو اللي يسجل بسفراء الشباب ما يحق له يسجل بفريق ثاني، لأن نريد نستهدف أكثر الشباب بهذه المجالات. شنو الفائدة المرجوة من هذا الفريق؟ أداة قادة شباب بهذا المجال، يعني بكل مجال. احنا المجلس الاعلى للشباب بدنا نشتغل على كل القطاعات اللي دا تشتغل بها الشباب. جيد، هذا الالف انتم طموحكم انه تاثرون على الالف وتصنعون قاده، لو هذا الالف من الممكن انه ياثر على الاف داخل تمام المجتمع. مو احنا هسه مثلا اذا راح نسولف على محاور عمل الفريق، واحده من محاور عمل الفريق هي التثقيف والتوعيه. التثقيف والتوعيه هي ما راح تصير للشاب نفسه، هذا الشاب هو نفسه راح يثقف على موضوع التحول الرقمي والابتكارات الرقميه. جيد، بالمقابل هذا الفريق شنو يقدم له؟ راح يكون مثلا راتب يقدم لهم، وبالتالي اليوم انت تحتاج مثلا شاب بهذه الامكانيات يكون متفرغ حتى تمام. يكون معطاء، فبالتالي لازم تقدم له شيء. احنا بالبداية قلنا هو فريق وطني شبابي تطوعي. زين، هو فريق تطوعي، احنا اللي راح نقدم له كل الامكانات اللي عندنا حتى يبني قدراته بهذا المجال، وراح يكون متفرغ جزئيا وليس كليا للأنشطة والبرامج والفعاليات اللي يقومها الفريق. زين، احنا خلينا نتحدث مثلا، انت اليوم اختاريت 1000 شاب. تمام. ومشيت وياهم بمرحله زمنيه معلومه، من المؤكد انه عدد مو قليل من هذا الالف ما راح يكونون مستمرين، راح ينقطعون، فبالتالي انت العدد اللي راح توصل له الى نهايه الطريق ايش قد راح يكون في حال ماكو فد منفعه متبادله ما بين الحكومه؟ تمام، هسه احنا عندنا تجربه بالفرق اللي اطلقناها السابقه، احنا اطلقنا مثلا 1000 او 5000 شاب بسفراء الشباب و1000 شاب بالتغير المناخي، من طلبنا 1000 جونا ال1000 وجونا ال5000، واكو شباب تريد تنضم اصلا للفريق، يعني فعندنا تعزيز لهذا الفريق، وبالعكس هم شبابنا الحمد لله، بانه عندنا شباب عندهم طاقه وشغف وامكانيه يريدون بس واحد يوفر لهم البيئه المناسبه حتى يقدرون يشتغلوا. جيد، المجتمع العراقي يعاني من جهل رقمي كبير جدا، وهذا واضح. صح. الشارع العراق. زين، ما مدى مساهمه هذا الفريق بنشر الثقافه الرقميه داخل المجتمع العراقي؟
تمام. أنا مثل ما قلت لك قبل قليل بأنه واحدة من محاور الفريق هي التثقيف والتوعية. احنا راح نحاول بكل الطرق وكل السبل حتى ننشر هذه الثقافة، تعرف العالم كلها ستتجه إلى العولمة الرقمية، فإن شاء الله احنا واحد من أهدافنا بأنه ننشر هذه الثقافة. إيه، البعض اليوم يسأل الآن عن البرامج اللي راح تعتمدوها، يسأل شنو الطرق المتبعة لنشر هذه الثقافة؟ يعني راح تصير هي طرق، أولاً ورش توعوية وتثقيفية بهذا المجال وندوات، وأيضاً راح نسلط الإعلام على هذا الموضوع. جيد، الخطوات المؤمل تحقيقها في عملية النهضة بالقطاع الرقمي بالبلاد من خلال هذا الموضوع؟ احنا مبدئيا هسه قلت لك اطلقنا استمارة نوادي الذكاء، الروبوتات والذكاء الاصطناعي. نعم. وده نشتغل على موضوع الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الرقمية، اللي واحدة من ضمن مهامها راح يكون 4 بيوتات رقمية في 4 محافظات عراقية، اللي هي محافظة نينوى ومحافظة كربلاء ومحافظة البصرة وأيضا نينوى وكربلاء وبغداد ومحافظة نينوى. نعم. عضو سكرتارية المجلس الأعلى للشباب الدكتور عقيل لطيف، أشكرك جزيل الشكر على شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، ختام حصاد هذه الليلة بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. وزير الداخلية يعلن تجاوز أعداد الزوار الوافدين 2,750,000، ويعلن عن عدم وجود أي قطوعات داخل كربلاء المقدسة. وزير الدفاع يترأس اجتماعا أمنيا في كربلاء المقدسة ويوجه بالاستنفار التام لإنجاح خطة الزيارة الأربعينية. قائد عمليات بغداد يؤكد أن الخطة الخاصة بزيارة الأربعين تسير بانسيابية عالية، وأي قطع محتمل للطرق يعتمد على كثافة الزائرين. وزارة النقل تعلن استمرار أكثر من 600 باص في تفويج ونقل الزائرين منذ الأول من شهر صفر ولغاية الآن. وزارة الإعمار تنجز حملة تأهيل ورفع المشوهات وإنارة طريق بغداد كربلاء تزامنا مع أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.